أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الدرس الرابع من دروس التربية التشكيلية المقرر ديالو اللي هو المختار في التربية التشكيلية للمستوى الثاني. الدرس هذا عبارة عن أشكال هندسية، واليوم كيدرسوا الدائرة. عندنا أربعة المربعات وليداتي، المطلوب مننا أننا نحولهم إلى نعملوا في وسطهم الدوائر ونحولهم إلى شيء مفهوم او الى صوره مفهومه. ممكن تما بحال هذه بحال هذه بحال هذه، ولا ممكن تينا اصلا دبتاكر. اذا قبل ما نبداو نعدلوا الدائره، يا ريت انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات الخاصه بهذا المقرر هذا، وحتى الاصدقاء ديالكم والصديقات ديالكم يوصلهم حتى هما الفيديوهات يستافدوا حتى هما. ونبداو على بركه الله. اولا غنوريكم واحد اللعبه سهله بزاف، انني غنشبر ديك المربعات وغادي نقسمهم بهذه الطريقه هذه. غنجيب من هذا القنت هذا، من هذا القنت هذا، عاوتاني لا ميم شوز بالنسبه. هذه الطريقه سهله بزاف باش ان الدائره تجيكم في الوسط ديال المربع نيشان، الا اذا بغيتو تعملوا دائره صغيره وتكملوا العمل بشي اضافات بهذه الطريقه هذه. انا غنوريكم كيفاش غنعدلوا لها هذا الشيء. علاش غتقولوا لي علاش شرط هذا الشرط؟ انا نقول لكم علاش. بغيتي نكمل هذه ونقول لكم علاش. فوالا، هنا ساليت شرط هذا الشرطي هادو باش نعمل مركز الدائره، لاننا غنخدم البيكار. ممكن نتوما تخدموا اي شكل دائري ترسموا به، انا غنخدم البيكار، وكان كخصني ضروري انني نوصل لمركز الدائره. غنبدا بهذه. ممكن كنجيب قلم الرصاص، كنحط الابره على المركز الدائره وكنجيب قلم الرصاص على حد الشرطه ديال المربع. لاحظوا ان حتى شي شنتيفه ما خرجت على المربع. علاش؟ لاننا حنا حددنا مركز الدائرة. وبحيت هذه باغيه نعدلها بهاد بحال هاد العلامة هذه ديال الطريق، غادي نعمل جوج دوائر في وسط بعطيتو بهاد الطريقة هادي. اوبس، فلتنا بهاد الطريقة هادي. ها حنا، وطبعا غنمسحو الإضافات هنا. عاوتاني غنجي هنا غادي نعمل هادي، غنجي هنا دابا حتى نعمل الدائرة عادي بان لي شنو غنرسم فيها. ماشي مشكل، هاديك جات صغيرة شي شوية ماشي مشكل، وهادي الكبيرة تاهي ماشي مشكل. مزيان، الدائره الكبيره هذه هي الفتحه ديالها. لاحظوا شنو غنعمل بها. غنجي للحاشيه ديال الدائره من هنا، من اي موطع، ماشي ضروري الموطع ديال النقطه، انا غنجي النقطه وصافي. ما هي انتينا اي نقطه بغيتي لا اولا عرفتيش غتعملو، بلاتي نمسح الاضافات، نمسح ديك الشراطي اللي عملت الاولين، القطيطه ديالي كتفتش على وليداتها. غنجي للشرطه اي موطع اي موطع، وغادي نعمل الخط الاولاني. ملي غادي نعمل الخط الاولاني كيعطيني جوج نقط، ها وحده ها وحده بنفس الفتحه. يعني الفتحه اللي عملت بها الدائره ما بدلتهاش، ها هي اللي عملت بها الدائره ما بدلتهاش. دابا لاحظ معايا، غنحط الابره ديال الدائره هنايا، ابره البيكر هو داك عفوا، وغادي نكمل العمل ديالي. نحط في هاد النقطة ونكمل العمل ديالي، وهكذا لاحظوا معايا مزيان. ودابا غادي نشدوها نشوف شنو عدلت بها. يعني
نعبر لكم الصوره باش تبان لكم شنو عدلت بها. تبعوها خطوه بخطوه. انا غادي نعاودها لكم في شي ورقه اخرى. انا غنشوف شي ورقه. انا جبت ورقه غادي نعاود لكم هذه كيفاش عملت لها باش تزيدوا تثبتوا معاه. كحزوا الكتاب هيدا ها كيفاش غنشبر قلم الدائره. غادي فتحه عشوائيه وغادي نعمل الدائره بهذه الطريقه. غنخلي الدائره غنخلي البيكر مفتوح كما كتشوفوا نتوما غنخليه مفتوح ما غنشدوش حتى ميلين. وغنحطو في اي موطه على الدائره بغيت. غنجيني هنا مثلا غير مثال يعني انت نحطو فين ما بغيتي. وغادي نشرط الشرطه الاوليه. ديك الشرطه الاوليه عملت لي جوج نقط. عملت لي هاد النقطه هادي وهاد النقطه هادي. غنحط البيكر يا في هادي يا في هاديك اللي بغيت. وغادي نكمل العمل ديالي. عاود نجي لديك النقطه اللي تعدلت عاود نكمل العمل ديالي. نجي النقطه الاخريه اللي تعدلت ونكمل العمل ديالي. نجي النقطه التي نعاودوها بلاتي التي الله يرضى عليكم. نجي لهاد النقطه هذه الاخريه اللي عدلت ونكمل العمل ديالي. نجي النقطه هذه ونكمل العمل ديالي. وها انا عندي ورده خرجتها في الوسط ديال الدائره. هو هذا العمل هذا اللي عملت انا دابا بعد. هو هذا حنا عملناه وهذا حنا عملناه. هذا شنو ممكن مثلا نعملو فيه؟ هذاك الشيء كيبقى الابداع ديالكم نتوما. عملوا فيه اللي بغيتو اللي بان لكم تعملوا فيه عملوه. بغيتو تعملوا علامه السير عملوها. بغيتي تعملوا مثلا شي اشكال هندسيه عملوها. بغيتو تعملوا اللي بغيتو تعملوه عملوه. نتوما احرار يعني ماشي شي حاجه اللي الواحد غادي يبزز عليكم. هذا كيبقى العمل ديالكم. انا وريت لكم النموذج هذا ووريت لكم النموذج هذا. النموذج هذا غادي نمسحوا له هاد الزيادات كاملين. غنزولو لهم الزيادات كاملين. هاد الخطوط اللي عملنا الاولين غنزولوهم. غيبقاو غير الدوائر انا قلت غنعدل هاد العلامه هادي. لان هي الاسهل. ها هي اللي فيها الصفر والاحمر. غنجيب الاصفر والاحمر. اجي هذيك الاحمر فين هو؟ عندكم نشوفوا شي بني ولا ها هو. وغادي نلون الوسط بالاصفر بحال ديك تقريبا. هو مائل البرتقالي من اللون الاصفر يعني. تعدلو هادي بالاحمر بحال العلامه هاديك. دابا حنا غير كوبيرنا غير نقلنا واحد الدائره من تلك الدوائر اللي تما كوبيرنا. ممكن تعدلوها ساعه ممكن تعدلوها اللي بغيتو. تحولوا ديك الدائره اللي بغيتو اي حاجه بغيتوها ممكن تعدلوها. عجله شي شي لتشينه مقطعه في النص اللي بغيتو ردوه ردوه. نكمل لكم انا هذه وانتم غتكملوا العمل اللي باقي. يعني انا كتسمى طيحت عليكم الفكره. القصد من هذه الفيديوهات ماشي انني نوريكم كل شيء، لا، انا نطيح عليكم فكره وانتم كملوا من العقل ديالكم. يعني هو هذا الشيء كامل باش تخدموا فيه العقل ديالكم ليس الا. هذا هو الدرس ديال اليوم. كنتمنى يكون الدرس نال الاعجاب ديالكم وفهمتوه. وكنتمنى نلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله. دمتم في رعاية الله. وفقكم الله لما فيه الخير والنجاح. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.